السلام عليكم ورحمة الله. لمبة الإيرباج في السيارة في بعض الأحيان بتعمل وميض متقطع وشوية وتبقى الأمور تمام وترجع تاني تعمل وميض متقطع. في الفيديو ده بشرح لك السبع أسباب اللي بيعملوا المشكلة دي. هشرح لك الأسباب دي من الأسهل للأصعب وإزاي أنت بنفسك تقدر تتعامل مع أغلب المشاكل دي من غير ما تحتاج تروح لفني صيانة. خلينا نتنقل للجزء العملي. دي الحالة اللي هنشتغل عليها، لمبة الإيرباج بتفضل تعمل وميض بعد تشغيل السيارة. أول حاجة بتعملها لعلاج المشكلة دي هي فحص الفيوز بتاع الإيرباج. أغلب السيارات فيها علبتين فيوز، واحدة جنب المحرك بتبص عليها الأول، لو ملقتش الفيوز بتتنقل للعلبة اللي داخل كابينة القيادة، ودي مكانها بيختلف من سيارة للتانية. لما تقلب غطا علبة الفيوز هتلاقي فيوز الإيرباج بيكون واخد شكلين، الأول بيكون دايرة مكتوب جواها SRS زي الشكل اللي قدامك ده، والتاني بيكون نفس الأيقونة اللي بتظهر في التابلو بتاعة الإيرباج بتكون مرسومة جانب بالفيوز. بتسحب الفيوز علشان تبص عليه، لكن الاول مهم انك تشوف المكان اللي بيركب فيه الفيوز وتتأكد انه سليم وما فيهوش جنزرة او تمليح او مكسور، لان ممكن يكون الفيوز سليم والمكان اللي بيركب فيه بايظ وانت مش منتبه. الفيوز بتفحصه بصريا وبتقدر تميزه بسهولة لو في قطع، ولو عايز تقطع شك بيقين بتقيسه على الافوميتر قبل ما تغيره. استمرت المشكلة بتروح على البطارية وتفك الطرف السالب لمدة 5 دقايق كاملين، وبعدين ترجع تربطه تاني بإحكام وشوف الوضع. لو استمرت المشكلة بتشوف الفيشة بتاعة الكرسي أو حزام الأمان. هي طبعا سهل تشوفها من غير ما تفك الكرسي، أنا بس بفك الكرسي دلوقتي علشان أنت تقدر تشوف مكانها بشكل أوضح. لما أرفع الكرسي هتلاقي الفيشة بتاعة الكرسي أو حزام الأمان مش راكبة في مكانها، ودي مهمة علشان منظومة الإيرباك تشتغل، ودي كانت المشكلة في حالتنا واللمبة خلاص طفت. لكن افترضنا انك لقيت الفيشة راكبة وسليمة ولا زالت المشكلة قائمة، فبتتنقل للخطوة الرابعة وهتحتاج فيها انك تفك المسامير اللي مثبتة الفبر حوالين الدريكسيون وتفك مسامير التثبيت من تحت الدريكسيون، وبعدين تسحب الفبر وتطلعه برا وشوف الفيشة بتاعة الايرباج راكبة في مكانها كويس ولا لا، ولما تفكها شوف اطراف التوصيل الداخلية نظيفة وسليمة ولا لا. في بعض الاحيان لمبة الايرباج بتنور بعد غسيل السيارة، وده بيكون راجع لمشكلة في عزل اطراف توصيل الحساس اللي في مقدمة السيارة عند الاكسدام الامامي. وفي بعض الاحيان اللمبة بتنور بعد غسيل كابينة القيادة ووصول مية حوالين عجلة القيادة، والحل في الحالتين انك تستنى يوم او اتنين لحد ما السيارة تجف تماما من اثر المية. لو عملت كل ده واستمرت المشكلة يبقى الحل هو تغيير شريط الارباج، وده بيكون موجود خلف عجلة القيادة. دي كده كل الاسباب اللي بتعمل مشكلة وميض لمبة الارباج. لايك وشير للفيديو علشان غيرك يستفيد بالمعلومة، وبعد ما تضغط على زر الاشتراك فعل الاشعارات عن طريق الضغط على علامة الجرس. بكده اكون وصلت لنهاية الفيديو، ونكمل مع بعض الفيديو اللي جاي بإذن الله.